ما في التضمير غيات الهلالي، نقله الى المركز الثاني. ايضا كذلك هجن العاصفه تقدم الشاهينيه من تحتل المركز الثاني، وفي التضمير والتدريب ياتي غيات الهلالي. انتقل الى المركز الثالث، الحذره واصله في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المضمر احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. والمركز الرابع انتقل مباشره الى الحذره الاخرى لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عمليه التضمير. سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن رايد المكتوم المضمر خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي. وهنا تتواجد محنه لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم المضمر طارش بن مبارك بالقوبة. الله يا زمان عند محنه مع هذا الشعار، مع هذا المضمر، مضمر الشرق الاوسط. بينما مشاهدينا الكرام متابع سادس المراكز، ناخذ المركز السادس، وتقدمت من خلال جواهر لسمو الشيخ محمد بن ياب بن سيف آل نهيان عملية التضمير والتدريب. تعود إلى الصادق فضل الأمين سابع المراكز. انتقل مباشرة إلى شوق لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد برايد المكتوم يضمره حمد بن خميس الغويص المركز الثامن. وصلت الآن، وصلت ضجة، بتسوي ضجة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمره عبد الله بن ثعيل بالهاجري. والتاسع المراكز، وصلت وبرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المضمر الشاعر حمد بن علي العويسي. أما المركز العاشر فهنا الشاهينية الأخرى لهجن العاصفة، وفي التضمير والتدريب يأتي غيات الهلالي. أعود لأتابع إذن حفلنا الكريم من جديد. والمركز الأول لا زال شعار هجن العاصفة يخطف الناموس، يخطف التحديات ويخطف الأنظار. هذه الشاهينية لهجن العاصفة هي المسيطرة، هي المتقدمة حتى اللحظة بقيادة المضمر غياث الهلالي. بينما انتقل إلى المركز الثاني، المركز الثاني الشاهينية من هجن العاصفة التضمير والتدريب كذلك إلى المضمر غياث الهلالي. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث، وهذه جواهر لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النيان عملية التضمير الصادق فضل الأمين. المركز الرابع، وصلت الشاهينية، الشاهينية من هجن العاصفة كذلك تتقدم بقيادة المضمر غياث الهلالي، تحتل المركز الرابع في هذه اللحظة. المركز الخامس، وصلت ضجة، وصلت ضجة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عملية التضمير والتدريب، تعود الى المضمر عبد الله بن ثعيلب الهاجري على خامس المراكز. المركز السادس، وصول من قبل شوق لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم يضمر حمد بن خميس الغويص. والمركز الثامن، المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، هذه وبره يضمر حمد بن علي العويسي. المركز التاسع، اشوف هناك تابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة الخطير احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. بينما المركز العاشر، هذا اللي وصلت شمعة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف الهيان المضمر سعيد بن مبروك الوهيبي. هذه العشر الاسماء، هذه العشر الاسماء المنطلقة، العشر الاسماء اللي بحثت عن الناموس. ولكن عودة الى البداية، شوف المسافة بين الاول والثاني، شوف المسافة بين الأول والثاني. راحت الشاهينية، تقدمت الشاهينية، انفردت تماما على المركز الأول بقيادة هذا الشوط لهجن العاصفة. هي الشاهينية مشاهدينا الكرام منطلقة وباحثة عن الناموس في هذه اللحظات. هذه على المركز الأول على ناموس الشوط.
عودة إلى المركز الأول بينما المركز الثاني، أشوف المركز الثاني الشاهينية أيضا لهجن العاصمة يضمرها الغياث الهلالي و1200 على خط النهاية. المركز الثالث، المركز الثالث هذه الحذرة الحذرة أو الشاهينية اسمه الشيخ سعيد وحمدان إبراهيم سعيد مكتوم ضمرها خليفة بن سلطان بن رشيد، والمركز الرابع الحذرة اللي اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. هذه الأربع الآن متقاربة في تنافسها، متقاربة في يعني لقاها الجميل والودي. هذه مشاهدينا الأعزاء الأسماء المنطلقة، ولكن عودة إلى البداية إلى الشاهينية إلى الشاهينية إلى الشاهينية. مشاهدينا الأعزاء هي المسيطرة، هي اللي متقدمة حتى هذه اللحظات بتقدمها المميز واللي معهود من شعار هجن العاصفة. هذه النقاط اللي سجلها في هذا اليوم مع شعار هجن العاصفة ومع المضمر غياث الهلالي. المركزين الأول والثاني، المركزين الأول والثاني ما شاء الله تبارك الله. شوف المراكز المتقدمة، المراكز الرئيسية، هشوف وأتابع هنا من خلال هذه اللحظات. شوطنا الثالث عشر والشاهينية مسيطرة، الشاهينية مسيطرة بشعار هجن العاصفة، تليها كذلك الشاهينية بشعار هجن العاصفة، تسيطر وتتقدم، تسيطر وتتقدم وتقدم الأداء الجميل، الأداء الأصيل، الأداء المتميز. بالأمس حققت 14 نقطة مع سن اللقاية، مع سن المفاجآت أكيد، وفي انتظار المزيد من التحدي، المزيد من الإنجازات، المزيد من الأنواع ومن السلالات الأصيلة أكيد. والجماهير تطالب غياث بيتواجد في هذا الموسم بقوة بقوة. والختاميات بينما عودة إلى الشاهينية، الشاهينية هجن العاصفة تؤدي الناموس مرة أخرى لمالك هجن العاصفة وإلى المضمر غياث الهلالي على المركزين الأول والثاني. تهانينا والناموس. المركز الثالث هذه الشاهينية اسمه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، رابعا الحذرة اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، خامسا تصل من خلاله مشاهدي الاعزاء شمعة اسمه الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان. هكذا كانت النتيجة والتوقيت الزمني. نعود التوقيت الزمني، لحظات وصول الشاهينية إلى خط النهاية بالفوز والناموس والانتصار لهجن العاصفة، 7 دقائق 52 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، تهانينا لغياث الهلالي. المركز الثاني 7 دقائق 53 ثانية بالوفاء والتمام، تهنئة كذلك لهجن العاصفة والتهنئة إلى المضمر غياث الهلالي. بينما حلت في المركز الثالث الشاهينية التابعة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد سعيد مكتوم، تهنئة كذلك للمضمر خليفة بن سلطان بن رشيد، 7 دقائق 56 ثانية و9 أجزاء من الثواني. تتواصل الأشواط مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الصباح الجميل هكذا، ومنذ لحظات أعطت إشارة البدء لانطلاقة شوطنا الرابع عشر.